كذلكم من الوسائل المهمة والمعينة على الثبات محاسبة النفس، محاسبة النفس، وأن ينظر الإنسان في أعماله وماذا قدم، وأن يكون في محاسبته لنفسه أشد محاسبة الشريك لشريكه، يحاسب نفسه. ومن الخير له أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، لأنه إن حاسب نفسه ونظر في أعماله وعرف تفريطه وتقصيره كان ذلك من موجبات ترك هذا التقصير والبعد عن هذا التهاون والتفريط في جنب الله. فمن الخير للعبد أن يحاسب نفسه قبل أن يقول، ولا ينفعه أن يقول ذلك يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فهذا مقام عظيم لا بد منه. والآية التي تقدم ذكرها قريبا وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أصل في هذا الباب، باب محاسبة النفس. والحاصل أن الأسباب والوسائل المعينة على الثبات كثيرة ومتعددة، وينبغي على العبد أن يحسن التأمل في هذا الباب العظيم، ولا سيما ما يتعلق بالقلوب، وهذا أيضا باب مهم في وسائل الثبات على الحق والهدى، أن يحرص المرء على صلاح قلبه وسلامته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا ينبغي على العبد أن يحرص على صلاح قلبه وسلامة فؤاده ونقاء سريرته، فإن القلب إذا صلح واستقام استقام البدن، فإن البدن تبع للقلب، فإن البدن تبع للقلب في الاستقامة، البدن تبع للقلب وتبع أيضا للسان. ولهذا قيل: المرء بأصغريه، أي قلبه ولسانه. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وإذا وفق العبد لسلامة القلب وصلاح اللسان صلحت أعماله كلها، صلحت أعماله كلها. ومن الدعوات العظيمة في هذا الباب، وهي دعوة مباركة ثبتت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهي في معجم الطبراني وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز هذه الدعوات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.